السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في أخبار سادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة شؤون الشباب والرياضة. حظر الإبحار في بعض المناطق لمدة عام حفاظا على الحياة الفطرية. ومجلس المحرق البلدي يعقد لقاء بممثل وزارة الداخلية. أهلا بكم إلى تفاصيل السادسة. وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وزارة شؤون الشباب والرياضة مذكرة تفاهم من يتم بموجبها استخدام وزارة شؤون الشباب والرياضة للنظام الإلكتروني المعمول به في إدارة المنظمات الأهلية بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية. هذه المذكرة جاءت في إطار الجهود المشتركة بين مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لتعزيز التنسيق فيما بينهم، إذ سوف تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بتزويد وزارة شؤون الشباب والرياضة بجميع المعلومات اللازمة لتفعيل النظام الإلكتروني بالصورة المثلى، وذلك بغرض قيام الأخيرة بمهام الرقابة المالية والإدارية على الأندية الوطنية ومراكز تمكين الشباب للتأكد من تنفيذ الإجراءات وضمان سرعة إدخال الطلبات والمعاملات وإنجازها بالصورة المطلوبة. اليوم بالتحديد منصة تسهيل التعامل مع الهيئات والمنظمات الأهلية وبما فيها الأندية في مجالات متشابهة، وهي تراخيص جمع المال أو الإدارة المالية وكافة الجهات المشتركة فيها وكافة الاستمارات، سوف تكون متاحة لوزارة الشباب والرياضة للاستفادة منها والتطوير عليها أيضا. حقيقة اليوم الاتفاقية اللي وقعناها تعكس التوجيه الحكومي بتكامل جهود المؤسسات والوزارات الحكومية استثمارا للوقت والجهد والمال، فالتجربة موجودة وسوف نعمل على تطويرها وتعميمها بين الوزارتين الشباب والعمل. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كانوا من سنة 2011 اعتمدوا إجراءات فنية وتقنية بالنسبة لإدخال التكنولوجيا في إجراءاتهم اللي كانت مضرب مثل احنا بالنسبة لنا. فبدل ما نعيد احنا اختراع الذرة وبدل ما نعيد نفس الجهد اللي طلبناه، وكان برنامج رائد للأمانة الأول من نوعه في الحكومة، طلبنا إذا نقدر ندخل نوع من الجسور بيننا وبين الإدارات في وزارة العمل حتى نقدر نبدأ ندخل بياناتنا في أنظمتهم هم. اللي نطمح له إن شاء الله إن الواحد عن طريق الجوال أو عن طريق اللابتوب الأندية والجمعيات والهيئات الشبابية تقدر تدخل كل بياناتها، تقدر تقدم طلباتها للموافقات ولاعتماد التراخيص وغيرها. أعلنت قيادة خف السواحل أن منطقة شرق جزر حوار من جزيرة عجيرة شمالا إلى منطقة حد الذيب جنوبا منطقة محظورة على جميع مرتدي البحر اعتبارا من تاريخه ولمدة عام قبل التجديد. وقالت إن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود الهادفة لحماية الحياة الفطرية ومنع الصيد الجائر في هذه المناطق المحمية، داعية الصيادين ومرتدي البحر للتعاون وعدم الدخول لهذه المنطقة. أكد رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين الأستاذ خالد الأمين عن وفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، وقال إن التجار والحكومة وجميع الجهات المختصة اتخذت تدابير استباقية للاستعداد لشهر رمضان من خلال توفير جميع المستلزمات الغذائية داخل الأسواق وتقييم وضعية التموين من المواد الأساسية كالحبوب والقطنيات واللحوم بجميع أنواعها والمواد الأساسية الأخرى. وأكد الأمين أنه سيتم التوقيع على وثيقة تعهد من قبل التجار بعدم رفع الأسعار في شهر رمضان، وسيكون عن بعد هذا العام نظرا للظروف الراهنة.
وأردف الأمين أن الحكومة متمثلة في الوزارات المسؤولة دائما تقوم بمراقبة السوق ومدى احترام الأسعار، مؤكدا بتواصل عقد الاجتماعات عن بعد لتحضير ما يتعلق بشهر رمضان من خلال تقييم المخزون أو الاحتياطي المتوفر من كل مادة واتخاذ الإجراءات اللازمة. وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الأستاذ خالد الأمين، رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين. مساء الخير أستاذ خالد، بداية لو تطلعنا على أهم التدابير الاحترازية التي اتخذتموها لشهر رمضان المبارك. مساء الخير أخي الدلال عليك وعلى جميع المشاهدين، ومقدما مبارك للبحرين قيادة وشعبا قدوم شهر رمضان المبارك. تستعد البحرين لاستقبال شهر رمضان المبارك، والأسواق أنهت استعدادها لاستقبال الشهر بأسعار مستقرة وتميل للانخفاض، العروض مستمرة والمخزون وافر بزيادة، والتجار والحكومة وجميع الجهات المختصة أخذت تدابير استباقية لشهر رمضان من خلال توفير جميع السلع الغذائية داخل الأسواق وتقييم وضعية التموين من المواد الأساسية مثل الحبوب، الخضروات، اللحوم جميع أنواعها والمواد الأساسية. نعم. ومن المواد اللي يقبل عليها المواطنين بشكل لافت في شهر رمضان مثل طحين الكباب، حب الهريس، الرقاق وغيرها. وشركة المطاحن زود 685 مخبز شعبي و80 مخبز أوتوماتيكي باحتياجاتهم للطحين يوميا، والتجار ضاعفوا استيراداتهم لعام 2020. المخزون يكفي إلى 6 أشهر، وبأمامر من سيدي صاحب الجلالة الملك المفدى وزارة التجارة توفر تموين قادم إلى 6 أشهر أخرى، الخضروات والفواكه، الدواجن واللحوم، مستلزمات الطحين وجميع المواد الأساسية. إن شاء الله رمضان راح يمر في ظروف جميلة كالعادة. نعم، طيب ما هي الإجراءات التي ستطبق من قبل وثيقة التعهد التي سيتم توقيعها من قبل التجار بعدم رفع الأسعار في هذا الشهر؟ تلك القيمة عادة لجنة تقوم بلقاء مفتوح سنويا مع جميع التجار لتبادل وجهات النظر وتقييم مدى جاهزية الجميع لاستقبال الشهر الكريم، وتذليل كل الصعاب عليهم والعقبات اللي تواجههم لتموين شهر رمضان. بس الآن نظرا للظروف الراهنة اللي نمر فيها بنعقد الاجتماع عن بعد، وسيتم التوقيع على الوثيقة إلكترونيا حسب تعليمات اللجنة الوطنية. الوثيقة هي وثيقة عهد شرف ووفاء، والتزم بها على مر الأربع سنوات أكثر من 112 تاجر. فإحنا دائما في اتصال دائم معاهم، ندلل كل العقوبات لهم وهم يوقعون الوثيقة ويلتزمون بها سنويا. نعم، حدثنا عن آلية مراقبة السوق والأسعار في الفترة الحالية أيضا المقبلة. والفترة الحالية زيارات تكون أكثر من قبلنا، ودائما احنا نتعاون أيضا مع وزارة التجارة والصناعة. الله خير الأخ سعادة الوزير زايد الزياني مسخر لنا دائرة حماية المستهلك، ودائما نراقب الأسعار ونتأكد من انسبابية السلع في شهر رمضان المبارك. فعندنا تعاون كبير بين الغرفة وبين سعادة الوزير وزير التجارة في وضع آلية لمراقبة السوق والتأكد من انسيابية السلع سواء على مستوى حدود البحرين أو خارج حدود البحرين. الكل اليوم يسهل لتجار الأغذية توافر السلع، فالحمد لله الكل شاغل روحه بهالموضوع. بس أنا أكرر أنه جميع المستلزمات الغذائية متوفرة في البلد البحرين، وجميع الطائرات والبر والبحر موجود، الموانئ كلها تستقبل يوميا أكل، البر كل يوم يجينا شاحنات أكل، طائرات طيران الخليج وطائرات الشركات الأخرى توصل للبحرين أكل بشكل يومي. فالحمد لله القيادة توجه وتدعم أن الغذاء يكون موجود على طول، والغذاء متوفر في البحرين، والبحرين بلد خير ومبروك، وإن شاء الله ما يكون عندنا أي مشكلة. نعم، الأستاذ خالد الأمين رئيس لجنة الثروة الغذائية بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا لك. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. تسير عدة رحلات لإجلاء المواطنين البحرينيين من مختلف الدول.
تعلن وزارة الصحة للمرضى والمراجعين الراغبين بجدولة مواعيدهم الفائتة بالعيادات الخارجية في مجمع السلمانية الطبي أو المرضى الراغبين بالحصول على موعد لتجديد وصفاتهم الطبية قبل انتهاء الوصفة بأسبوعين بالتواصل هاتفيا على الأرقام المذكورة على الشاشة. ويأتي ذلك في إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مملكة البحرين لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا كوفيد-19. وتأتي هذه الإجراءات من منطلق حرص الوزارة على سلامة وصحة الجميع وفي إطار تطوير منظومة الخدمات الصحية التي تقدمها والتزامها بالتوجيهات الوقائية من انتشار فيروس كورونا. أكدت طيران الخليج بأنها مستمرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التزامها بتسيير رحلات خاصة لعودة المواطنين البحرينيين من الخارج من الدول التالية: دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التركية، مشيرة إلى أنها قامت يوم أمس بتسيير رحلتها الأولى ضمن رحلات الإجلاء لعودة المواطنين البحرينيين من إيران. وهبت الناقلة بجميع المواطنين البحرينيين الراغبين في العودة إلى مملكة البحرين بالاتصال بسفارات مملكة البحرين في الخارج لتسجيل بياناتهم. هذا وتقوم طيران الخليج حاليا بتشغيل رحلات إلى شبكة مصغرة من وشاتها وهي لندن وباريس وفرانكفورت ومانيلا لمساعدة مسافريها من شبكتها العالمية للوصول إلى مواطنهم سالمين. وأوضحت طيران الخليج بأنها مستمرة في تعاونها مع مختلف الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لضمان أمن وسلامة مواطني ومقيم المملكة، بالإضافة إلى أمن وسلامة مسافريها وأفراد طاقمها. عقد المجلس المحرق البلدي لقاء بممثلي وزارة الداخلية وذلك للاطلاع على تجهيزات الوزارة ضمن الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19. وخلال الاجتماع تم التطرق إلى جهود مديرية شرطة المحرق في مكافحة فيروس كورونا من خلال الإجراءات الإدارية المتخذة في نطاق الشرطة والتنسيق مع المحلات التجارية الكبرى والتعامل مع مساكن العمال، بالإضافة إلى طرح جهود مركز الدفاع المدني لمحافظة المحرق في تعقيم المناطق والمرافق وآلية تدريب المتطوعين والتأكد على ضرورة بل والتأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات الرسمية لكي لا يعتبروا مخالفين. وإلى الطقس في محافظات مملكة البحرين. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة. إلى اللقاء.